الجنود والكتف في الكتف. احنا خصامنا غير اي خصام، احنا بنقف قدام بعض على المايك وعلى المسرح وفي السينما، وفي عز خصامنا لما بيسقط واحد فينا الكل بيتكاتف وبيمشي وراه قارئ له الفاتحه. طب انا جاي انا واسرتي، طب انا جاي انا واصحابي، طب انا جاي انا وحد مهم، ليه اسمع الالفاظ دي؟ ليه؟ لان بقت في بلطجه، مصر تتعرض لبلطجه والنقابه بتتعرض لبلطجه، واحنا انتوا فوضتوني، لن اسمح بالبلطجه ولن اسمح بالابتزاز، لن اسمح للبلطجه ولن اسمح للابتزاز. يا جماعه حاضر، بص يا مصطفى انا دايما اقول ولا عافينا عن الناس باسم الزماله، لكن هم لا خلوا فيها زماله ولا خلوا فيها حد. إذن أول تفويض تحويل كل من أساء لهذا الكيان إلى لجنة تحقيق فورا. وبيحاول بيعمل كل جهد في الدنيا إن يحققه بسبب تبقى النقابة شيء جميل، وإحنا ما نقدرش طبعا إن هو يكون زعلان بصراحة، عشان كده كلنا جينا وإحنا بنحبه وإحنا معاه، هو إنسان جميل وإنسان مخلص. أنا بقول إن الموضوع تجاوز حد في السب والشتايم، يعني إحنا مع النقد، مع التقييم، مع التحليل، مع المعارضة، لكن لسنا مع الشباب والشتائم والقذف والخوض في الأعراض والأشياء دي كلها. كل هذه الاشياء هتحل للتحقيق، والجمعيه العموميه ادت للدكتور اشرف زكي تفويض ان هو لازم يضرب بايد من حديد على الناس اللي بتشتم وبتتطاول.